11 مليون جزائري يستعمل البطاقة الذهبية في قفزة نوعية للدفع الإلكتروني بالجزائر، بعدما كان لا يتجاوز عدد المستخدمين عتبة 6 مليون عام 2020. مؤسسة بريد الجزائر تجاوزت عدد 11 مليون بطاقة ذهبية قيد التداول، وهذا العدد تضاعف خلال سنتين، حيث في بداية سنة 2020 كنا نحسب ما لا يتجاوز 6 ملايين بطاقة ذهبية، إذن رانا اليوم تجاوزنا 11 مليون بطاقة ذهبية. الشبابيك والألقاء التي يبلغ عددها 1962 عبر القطر الوطني، وصل عدد العمليات بها إلى 400 ألف عملية بمعدل سحب 7 مليار دينار من أصل 19 مليار دينار تسحب يوميا من مراكز البريد. نسجل على مستوى شبابيك الآلية لبريد الجزائر أزيد من 400 ألف عملية سحب يوميا، هذا معدل يومي ما يقابلها مبلغ 7 ملايير دينار جزائري يوميا، وهذا المعدل، وهذا المعدل السحب يتجاوز 50% من مقارنة بالعمليات والسحوبات التي تتم على مستوى مكاتب البريد. تعميم واستعمال البطاقة النقدية شرط أساسي لترقية الدفع الإلكتروني بالجزائر للرفع من ضغط مكاتب البريد ووضع حد للتعاملات المفرطة بالسيولة.